اكلمه دلوقتي، مش لازم اضيع تأثيري عليه. لو رد علي هبقى صح. لا مش هكلمه، هكلمه الصبح احسن لتكون مراته جنبه. لا هكلمه دلوقتي واشوف. بتعملي ايه؟ غلط. الساعة 2 الصبح. الو؟ اسفة اتصلت غلط. أنا اللي آسف إني رديت. صحيتك؟ لا أنا بنام الصبح. معطلك عن حاجة؟ أنت سايق؟ لا 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 أبداً، ولا يهمك، مفيش أي حاجة. أنا أصلي متضايقة قوي. يا خبر أبيض، متضايقة؟ ليه بس؟ يعني خبطت لك عربيتك ومشيت وانت وانا ايه؟ يعني ما اتكلمتش لو كنت زعقت او شتمت، كنت يمكن احس باحساس احسن من كده شويه. يا نهار ابيض، في حد برضه يقدر يشتم قمر زي كده؟ ضحكتني مع اني مكتئبه قوي. ليه بس؟ في ايه؟ انا اصلي لسه متطلقه. متطلقة. بتحبيه؟ طبعا احنا متجوزين عن حب. ياه. طب بقول لك ايه، هبقى اكلمك تاني عشان جايلي تليفون من بره. من بره؟ من بره فين؟ بعدين بقول لك. باي دلوقتي. طيب ماشي، باي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. في حجز باسم دكتور أنس مصطفى. دكتور أنس؟ مظبوط يا فندم. اسمح لي بيانات حضرتك؟ اه طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا عمنا؟ مخبي نفسك مننا ليه؟ مخبي نفسي فين؟ أنت بتعوزني بتلاقيني. إيه عايزني فين؟ أنا جاي أشتكي لك يحيى. لا تظهر هتخليني أكره الواد ده. عمل لك إيه تاني؟ مش مكفيه إنه بيرفع عليا في المزاد، لأ. ده كمان بيلم الحديد اللي في الوكالة كله ويبيعه للناس بتراب الفلوس، ويجي عندي أنا عايز يبيعه لي الطقطقين وتلاتة. طب هدي نفسك، هدي نفسك. سيب الموضوع ده عليا أنا هخلصه لك. انا عايزك موضوع تاني. خير؟ ايه نهاني ما وحشتكش؟ لا ما وحشتنيش. ايه بس النسوان اللي عندها وحشوني. ايوه كده فكام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش ناقصين مشاكل.
ابدا. اصل وانا داخل كده سمعت سيرتي ولقيتكم بتضحكوا قوي، فقلت ما تضحكوني معاكم، محتاج انا اضحك برضه. واضح كده ان المعلم ادهم مبسوط حبتين، صح؟ لا لا لا، عمك ادهم هيبقى زعلان منك. واكيد المره دي ما يقصدش يعني، وحاسس انه صغير ونفسه يجرب يبقى كبير. اجرب ابقى كبير؟ طيب ادي الوكاله وادي الحديد، واللي عاوز يشتغل يشتغل. يعني ادي الجمل وادي الجمال، ورونا بقى شغلكم يا كبار. السلام عليكم. ايه رايح فين؟ هكون رايح فين؟ رايح مشوار. سلام يا كبير. ايه يا انس سرحان في ايه؟ لا بتفرج على حبيبه وهي بتبني الجبل، مش عارف بس جالي هاجس كده. انا لو كنت دخلت كليه هندسه كان ايه اللي هيحصل؟ ابدا، كنت هتبقى الباشمهندس انس بدل الدكتور انس. هنتكلم بجد، يعني انا دلوقتي لو بقيت الباشمهندس انس ما كنتش اشتغل في المستشفى، ما كنتش اقابلك، ما كناش هنتجوز، كنت هتتجوزي واحد تاني وانا اتجوز واحده تانيه، ما عندنا اولاد تانيين غير حبيبه. فاكر مدام روزي اللي انا كنت قاعده عندها قبل ما اشتغل في المستشفى؟ مره قالت لي لو مكتوب لاتنين ان هما يتقابلوا ويحبوا بعض ويتجوزوا هيتقابلوا ويحبوا بعض ويتجوزوا غصب عن عين اي حد. ودين قوي تقابلنا وحبينا بعض واتجوزنا. بعدين ثانيه واحده، هو انت بتتخيل حياتك من غيري؟ ده انت وقعتك مش فايده. لا طبعا، انت بتهربي وانا اقدر استغنى عنك. بقالي كتير ما شفتكيش مبسوطه كده. اه والله يا دكتوره، ولا انا ساعات كده الواحده تصحى من النوم تحس ان جواها حاجه حلوه كده، مبسوطه وعايزه تعمل حاجه مجنونه، حاجه جديده. انا كمان زيك بالظبط. تعرفي اني نفسي ارجع عيله؟ اه نفسي ارجع عيله واعمل اللي على كيفي ولا اعمل حساب لحد. ما نفسكيش انت كمان ترجعي عيله؟ لا يا اختي، انا ما نفسيش ارجع عيله. ارجع عيله ازاي يعني؟ ارجع عيله والعيال تفضل تقولي اللي مالكيش اهل، ولا واد يترزل عليا ويقولي انت بنت حرام ورجعوا يضربوني تاني؟ لا يا ست، انا كده كبيره واقدر ادافع عن نفسي كويس قوي. كتي انا ما كانش قصدي كده يا حبيبتي. مفيش حد بيغلط بيبقى قصده يغلط. يعني انت مفكره ان ابويا وامي كان قصدهم انهم يغلطوا ويرموني؟ اكيد لا طبعا، غصب عنهم. وبعدين بقى خلاص انا مبسوطه كده ونشحته كبيره الحمد لله. اللي يسمعك كده يا بنوته ما يقولش انك اتربيتي عندي في البيت،
ده انتي بنوتة مش وش نعمة. مش وش نعمة، وش قبل ما نقل. انتي بس اللي كنت عايزة تقلبيها نكد واحنا مبسوطين كده. ولا غم ولا حاجة، خلاص بقى. بقولك ايه، اجيب لك كوز دورة تانية اعلي لك البتاع ده اللي بتقولي عليه دايما، الادرينالين. اجيب لك، استنى يا عم. انت يا عم هات لنا واحد كوز تاني، وهات لي ثلاث سمطات، مش هتشبعني دي. مفيش حاجة يا حياتي، تعالي نبني جبل أحسن. يلا أمي، أمي من هنا، أمي من هنا. يلا يلا عودي وعودي هنا. استني يا كيتي، استني يا ماما، انا هكلم حد يجي يساعدني غير لي العجله. ما تبهدليش نفسك انت. خلاص بقى، ما انا اتبهدلت واللي حصل حصل، حاجه بسيطه يا دكتوره، خلاص. والله من غير حلفان كنت هكلمك حالا. اصدقك يا كذاب؟ طب ده اخر مره انا اللي طالباه. اديني انت بس الاشاره وانا ههريكي، هدوشك كل دقيقه. بس يعني بخاف تكوني مشغوله كده ولا كده مع حد كده ولا كده. وانا ايه يعني اللي هيشغلني؟ انا عارف، انت اللي تقولي مش انا. هو انت فين؟ انا يا ستي في العربيه، بقيت بقعد في العربية أكتر ما بقعد في بيتنا. يا حرام. فعلاً يا حرام. طب والله أنا صعبت على نفسي بذمتك، ما صعبتش عليكي؟ حبيبتك معاك يا عم، أنا ماليش دعوة. أنتي فين؟ اضطريت أروح الغردقة. في الغردقة؟ أوه. بقولك إيه، أنا لازم أقفل دلوقتي. ليه بس؟ طب أطلبك تاني كمان شوية؟ أنا اللي هبقى أكلمك. باي باي. مساء الخير يا عسل. نعم. مالك محموقة كده ليه؟ الموضوع مش مستاهل. أنا قلت أونسك بدل ما أنتِ قاعدة لوحدك. لو النبي. ولا ينضمك قالت لك لما تلاقي واحدة قاعدة لوحدها هتيجي تتحرش بيها؟ حقك عليا، خلاص أنا آسف، أنا آسف. وأمك برضك قالت لك لما تتزنق تقول أنا آسف؟ معلش، خلاص والله حرمت، أنا آسف. استرجل يالا. آسف. اسف. الا التحرش. خد يالا. وده مين كمان؟ حوار وخلص، تاخرت ليه؟ ما انت السبب. المواصلات زحمه. يلا بقى، عايزه تروحي فين؟ مش عايزه اروح في حته. يعني ايه انت جايباني كل ده عشان تقولي لي مش عايزه اروح في حته؟ يا اخويا كفي كده، ماليش مزاج. الله، بص بقى، انا عارف ان انت قفشه من ايه، اميره مش كده؟ يا كيت، انا قلت لك قبل كده ان انت اللي في القلب، افهميها زي ما تفهميها بقى. استنى، هتوديني فين؟ مالكيش فيه، ايدك ايدك. ايه اللي مسهرك يا ماما لحد دلوقتي؟ بقالي 3 ايام ما بنامش. وانت فاكراني بقى مش حاسه بيكي؟ انت على الحال ده من يوم ما انا وكيتي اتخانقنا. كل ما ادخل انام اسمع صوتها وهي بتنادي، بحس انها جنبي وقريبه مني وبتراقبني، مش عارفه ليه. انتي حاسه انك غلطانه في حقها؟
أنا عمري ما غلطت فيها. أنتي اللي دايماً حطاها فوق راسك وزعقة لحد ما طفشتيها. وأنا ما كنتش بغلطك قدامها علشان ما تزعليش. ماما أنا من حق أغير عليكي. واللي أنتي مش واخدة بالك منه لحد دلوقتي إن هي طلعت ما لقيتش أبوها وأمها. لكن أنا طلعت لقيتك. وأبويا مات من قبل ما أشوفه. أنا من حق إنك تحبيني أنا لوحدي. وهي كمان من حقها إنها تحس إنها بني آدمة. هي ذنبها ايه؟ ما فكرتيش هي في الشارع دلوقتي ولا فين؟ واضح يا ماما ان صوتها عالي قوي في دماغك لدرجه انك مش سامعيني. واللي اتاكدت منه دلوقتي انك بتحبيها اكتر مني. يا بنتي يا بنتي اهدي بقى وحرام عليكي. انتي فاهمه غلط الحكايه مش كده ابدا. انا مش عايزه افهم حاجه تاني خالص. كفايه قوي اللي انا فهمته. صباح على خير. والله ما انتي فاهمه حاجه. صباح على خير يا اختي. ايه يا اخويا المكان الخنيق ده؟ ده اللي ربنا قدرك عليه؟ خنيق ايه؟ هو انت طلبت تروحي في حته وانا قلت لك لا؟ اقول لك ما تيجي نرجع الكورنيش تاني او بالمره حد تاني عكسك ونروح واحنا معورين لنا واحد. ولا انت هتعيش عليا ولا ايه؟ ده انا اللي هتت الواد بالساعه. ده انت جيت بعد ما المولد اتفاض. خلاص يا عم البطل الله فكك من السيره دي بقى. تشربي ايه؟ مش قبل ما تقول لي الاول ايه حكايتك مع البنت اميره؟ ولا انت مفكر ان عشان ما بروحش عند قبل ما نال مش هضرب حاجه؟ لا يا حبيبي انسى. يا بنت المجنونه مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ الله انا مش عارف انت مركزه معاها ليه. يا بنت انا قلت لك قبل كده انا بحبك انت. انا ما بحبش حد يشتغلني. بلاشي اوعى يغرك وش البراءه دي. يلا ده انا غير كده خالص. وبعدين انا قلت لك تسيرها تعملها بالحسنى مره اتنين انما مش تخرج لي بيها ليل نهار. وبعدين بقى يا حبيبي ما تنساش ان انت كنت طالبني قبلها للجواز وعامل لي فيها بقى امان البحر وطاير في السما. ما نزلكش على الارض غير الكلمتين اللي قلتهم لك. انت هجيب اللي فيكي فيا ولا ايه يا كيتي؟ مش انت اللي هربت من ساعتها؟ وبعدين انا حاولت اشوفك، حاولت اتكلم معاكي بدل المره الف، واتحججت بكل الحجج، ورحت لقبلة منال عشان اعرف اخبارك منها، وانت اللي هربت من ساعتها، وما بتروحيش هناك اصلا. انت اللي بتلف وتدوري ومدوخاني وراك السبع دوخات يا كيتي. انا عايز اعرف. انت عايزه ايه؟ انا بقى زي الفريق، ما بحبش الشريك. وهو انت بتحبيني عشان تتضايقي لما يبقى لك شريك فيا؟ وانا بقى يا حبيبي لما يجي لي واد امور زيك كده ويقول لي انه بيحبني انا كمان لازم اخد فرصتي. افرض ما حبيتوش غلط ولا صح؟ صح. فما بالك بقى لما يبقى الواد ده هو كمان شابك مع واحده تانية. مش عارف اقول لك ايه بس مش عارف اغلبك في الكلام يا اخويا. ولا غلبتك ولا تغلبني. يلا اسره شوف بقى هتتنايل على عينك تطفحني ايه. كنا محتاجين احنا السفريه دي. ها صحيح. هم ليه حاسك مش مبسوطه يا حلو؟ انا بالعكس انا مبسوطه. انا ليه بتقول كده؟ لا انا بس هطمن. حلو انا بحبك قوي. نفسي تبقى اسعد واحده في الدنيا. انا كمان يا انس بحبك. أنا محتاج لك. وأنا جنبك يا حبيبي، أنا
بتعملي ايه يا حلا؟ بصور نفسي عشان اشوف نفسي شكلي عامل ازاي. زي القمر يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ المايه حلوه؟ تجنن. يلا تعالي عشان تقفي معانا احنا وحبيبي. يلا يلا. اتبسطتي يا حبيبتي؟ بقول لك ايه يا حلا؟ ما تيجي تسوقي انت؟ انت تعبان؟ لا لا بس ملمش كويس ودايخ شويه. طب خلاص خلينا بايتين هنا ونروح بكره. لا لا على ايه، انا هبقى كويس ان شاء الله. طب تعالى. قادره ولا ايه؟ اه طبعا قادره. يلا كيتي كيتي تعال. بتعملي ايه؟ مفيش، لقيت الفستان ده مقطع قلت اصلحهولك. خساره قماشته حلوه. طب قومي نامي ما تقعديش كده لوحدك. مش هتشوف انا صلحته ازاي؟ مش وقته يا كيتي. يا مصيبتي، يعني ايه تعبي يروح على الارض؟ كيتي يا حبيبتي انا بطلت البس الفساتين دي خلاص، انا كبرت. انت بتعملي في نفسك ليه كده يا دكتوره؟ شيلي بقى النضاره دي بقى اللي عامله زي عربيه الكبده دي. اوعي بنت، هاتي النضاره. بقول لك ايه، انت بتشوفي احسن مني، انا عارفه ان انت بتشوفي كويس، انت لابساها عشان وقار وكده. بلاش قوي وهاتي النضاره. بس بقى يا دكتوره، انت عايزه تقيسي الفستان ليه؟ مفيش حد هيشوفنا، ده انا وانت واللي خلقنا. انت شقيه ورايقه وانا مش فايقالك. طب انا عايزه افهم حاجه، انت مش عايزه تقيسي الفستان ليه بقى؟ طول عمري مخبيه نفسي لحد اما تعبت، ما بقاش عندي مزاج لحاجه. الخروج بقى دمه تقيل، الحياة نفسها بالنسبة لي بقى دمها تقيل. الواحد قبل ما يخرج بيفكر مليون مرة حيشوف مين وحيروح فين. ليه بس يا دكتورة؟ ما انت بتشوفي ناس ياما وبتشوفي الطلبة بتوعك في الجامعة. يا حبيبتي الكلية دي ما بقتش خروج، دي بقت عاملة زي البيت بالظبط. أنا أحياناً اليوم بيخلص وكأني ما خرجتش. الكلام اللي بقوله في الكلية هو هو، المحاضرات هي هي، بقيت عاملة زي السيدي هي، مفيش جديد. ازاي يعني؟ وانا مش عاجباكي امال انا في حياتك بعمل ايه؟ انت جميلة بس شقية. وانت هتقيسي الفستان. لا لا لا، يلا الفستان ايه يا بنت، بلاش قهوة النضارة. يلا بس. أنس. إيه يا صفوت؟ في حد يسافر في حالتك دي يا أنس؟ ليه السفر ممنوع ولا إيه؟ بالنسبة لحالتك أيوه. ليه إن شاء الله؟ عشان أنت عارف كويس جدا إنك لازم تكمل تحاليل عشان نعرف اللي عندك ده إيه؟ طيب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان أنا عندي شغل. بعد إذنك.
يحيى الأكل جاهز. أوكي. اتفضل يا سيدي. شكرا. اللي أنت بتحبه. خد يا حبيبي. مالك؟ لا ابدا مفيش حاجه. بتاكلش يعني؟ بفكر، عندي شويه مشاكل في الشغل. بتشغليش بالك، هاكل اهو. يعني ايه ما اشغلش بالي؟ امال اشغل بالي بمين؟ يحيى انا ماليش حد في الدنيا دي كلها غيرك. ولا انا ليا حد في الدنيا دي غيرك. مالك؟ ليه محسساني ان في حاجه عاوزه تقوليها بس في نفس الوقت مش قادره؟ في ايه؟ انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. مين؟ اشمعنى؟ لا ابدا قصدك ما ردتش. لا عادي، تليفون من الشغل بيستعجلوني عشان اروح الوكاله. بس انا بصراحه مش عاوز ارد، انا عاوز اقعد معاكي واكل ونتكلم ونبقى على راحتنا. لا يا حبيبي ما تعطلش نفسك ابدا، لو في حاجه مهم لازم تروح. الو، مش عارفين نلاقي بعض احنا خالص. ها، هو انت فين دلوقتي؟ انا في البيت وخارج. بقولك ايه، عاوز اشوفك النهارده. مش عارف، انا اصلي مشغوله وعندي حاجات لازم اعملها. حاجات؟ طب يا ستي يا ريتني حاجه من الحاجات اللي انت بتشوفيها دي. طب ايه، هتخلصي امتى؟ مش عارفة، هشوف كده وبقولك. هو لو ينفع النهاردة يبقى هايل، لأن الجو النهاردة كويس جدا. أنا بصراحة مش عارفة إذا كنت هعرف أجي ولا لأ. هستناكي، حتى لو ما جيتيش هتلاقيني موجود هناك من الساعة 9. طيب ابقى كلمني الأول عشان ما تروحش على الفاضي. فاضي ده إيه؟ ما هو أنا هروح، يعني هروح. عارفة ليه؟ عشان أنا متأكد إنك جاية. باي يا يحيى. باي باي يا حلا. باي باي. عسل.